السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أم سارة. ويلا بينا نشوف أنا عانيت إزاي في الفيديو دوت عشان أطلع لكم الحاجة بالشكل دوت، والتكات والحركات اللي قلناها وملحوظتين مهمين جدا جدا هنشوفهم مع بعض في الفيديو، وهوريكم أنا عملت هنا إيه بدل علبة بكرة المناديل. ما عنديش مناديل، قلت أتصرف. يلا بينا هنتعرف مع بعض على الخامات اللي إحنا هنشتغل بيها. جذوع الشجر ديت كده زي ما هي جايه بالظبط، انا ما عملتش فيها اي حاجه. ده اللون الاساسي بتاعها، هي مقاسات مختلفه، مقاسات كتير، ده انا اخدت ارفع مقاس منهم. طوق لو عايزه تلفيه لفيه، هو ناعم وحلو يعني مش هينتش في الخيط. عايزه تلفيه لفيه، عايزه تسيبيه بلونه كده سيبيه. لو عايزه تلفيه هتاخدي الخيط وتلفي عليه زي ما انت عايزه. عايزه تفكي الخيط طرفين، هو ده فتلتين، فكيه واشتغلي بيه عادي خالص. حلقه يعني يشتغل على الحلقه يشتغل على الطوق. دول بقى الخشب ده انا لو عايزه احط الحاجات دي، عندي من زمان جدا ما حدش يسالني على الاسعار لاني ما اعرفش. عايزه تحطي الخشب بيديله شكل حلو جدا، عايزه تحطي حطي في الشغل وانت شغاله، مش عايزاه مفيش مشكله. والخيط والقصافه، ويلا نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويا رب جعلها ورشه سهله باذن الله. باذن الله هنزل لكم حاجات كتير مكرميه، عشان عايزه دعواتكم كده. بنتي ان شاء الله فرحها قرب، عقبال كل حبايبكم يا رب، وباذن الله ربنا يتمم علينا بخير وعليكم يا رب. هنعمل لها حاجات مكرميه، فكل حاجه هعملها هصورها وانزلها لكم باذن الله. ويلا نسمي الله. اول حاجه انا دخت عبال ما لقيت الحطه دي كده، عشان مش عارفه اشتغل خالص، واقفه في الارض بقى والدنيا ايه معايا جميله، بس هجيب كرسي. اول حاجه انا قصيت اربع فتلات، اربعه، الواحده متر ونص، الاربعه دول بالنسبه لي انا هحطهم غرزتين، كل اتنين بالنسبه لي هيساوي غرزه. قصيتها متر ونص اهو، قصيت الفتله منهم متر ونص، لان هجيب كرسي اقف عليها عشان مش علقه ومش عارفه اشتغل. ادي الحلقه اللي هشتغل بيها، لو نفعت معايا على المشبك ده هكمل شغل عادي، لو ما نفعتش هرفعها فوق. نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه طبعا انا لازم الضم الخيط بتاعي من تحت، اعمل له عقده يعني كده، عشان هو هيتفك مني وهيشرشب، فلما يشرشب مش هيديني الطول اللي انا عايزاه. انا عامله كده عشان عايزه اطوال معينه. وادي التانيه كمان هاخدها. بسم الله الرحمن الرحيم، كله هعقده كده من تحت. انا لو سبت الخيط وانا شغاله هيتفك مني، فكده الطول اللي انا عايزاه هيقصر معايا طبيعي، ما هو اتفك فخلاص لما يشرشب مش هينفع اشتغل بيه. عايزه تركبي الاثنين مع بعض، ركبي، عايزه كل واحده لوحدها براحتك. بسم الله. اول حاجه لازم امسك الطرفين اسويهم ببعض كده كويس قوي، هعدي من هنا. طبعا اساسيات المكرميه دي كلها انا شرحها، ف انا مش دلوقتي مش بشرح غرزة، انا بشتغل على طول. انا عديت اول واحدة بس هوريها لكم، وبعد كده اساوي الاتنين ببعض واظبط بقى هنا كده واشد. الفتلة دي اللي انا تنيتها على اتنين دي بالنسبة لي اسمها نص غرزة. التانية اهي انا ما سويتش تحت، انا هساوي لما احطها. اهي انا عديت، عين اساوي الطرفين ببعض واظبط خيطي كده واشد. بسم الله. دي كده التانية بالنسبة لي، دول كده هيساوي بالنسبة لي هيساوي غرزة. طيب التانية هوقف واحطها واجي لكم عشان ما نضيعش الوقت. انا عمال اظبط في التليفون اهوت، لما نرتفع لما ننزل بالغرزة شوية هرفعها فوق. انا حطيتهم خلاص الاربعة، عايزة تبقي تحطيهم بقى على الوش ده، ماشي على الوش ده، ده احلى يعني. ما تيجي تعلقيها تعلقيها كده احلى، مفيش مشاكل، انت بقى براحتك مش هتفرق. يلا نسمي الله. هنعمل ايه اول حاجه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الاربعه دول بالنسبه لي غرزه والاربعه دول غرزه، هسمي الله واشتغل. طبعا احنا زي ما قلت لك انا مش بعلم غرزه، انا بشتغل على طول. هنا متاح معاكي تعمليها اللي هي الغرزه المربعه اللي هي واحده يمين واحده شمال، او تعمليها الحلزونيه. انا بحب الحلزونيه فهعملها. يبقى بديت يمين هكمل كله يمين، هفضل اشتغل كده هتلف معاكي. بس خدي بالك انا في كورس كنت بديك كل ما تلف مع البنات يروحوا هم لوحينها، سيبيها تلف براحتها خالص. بصوا بتتضير اهي، هي بتتضير، هروح انا مضيراها، ما تفردهاش بقى تقولي لا افردها، لا سيبيها تاخد راحتها لفيها وكملي شغلك عادي.
عايزه اتجاه يمين ماشي، عايزه اتجاه شمال ماشي، يعني انا بديت باليمين ابدأي بالشمال براحتك خالص، على حسب ما هتشتغلي بالفتلة هتلف معاكي اهو. انا هفضل كده اشتغل، بس في حاجة في النص بالظبط هعملها هوريها لكم اما نوصل لها اهو. نفس اللي عملته هنا هو اللي بعمله هنا، طالما هنا بديت باليمين لازم ابدأ هنا باليمين. لو بديت واحدة يمين وواحدة شمال هتلاقي واحدة جاية اتجاهها باصة هنا كده والتانية باصة العكس، يبقى لازم الاتنين يكونوا في اتجاه واحد يمين او شمال مش هتفرق. هتكملي عادي خالص اهو. هحط لكم اللينك بتاع الغرز في الفيديو دوت في صندوق الوصف، يعني لو واحدة لسه ما اشتغلتش حاجة خالص في المكرمية، ولو حتى عندك حبال غسيل عايزة تجربي عليها جربي، وهتشتغليها بفضل الله لان هي بفضل الله سهلة جدا جدا كده. شايفين اهي بتلف ازاي اهي، تاخد الوضع الحلزوني. طيب مش هنطول، انا كده هكمل لغاية النص بالظبط، وفي تكاية صغيرة حاجة اقول لكم عليها وبعدين نكمل تاني. خلاص كده هي طولت اهي، بس هنحطها بقى في المسمار. ففي حاجة بقى هعملها، انا كده وصلت للنص بالظبط. طبعا زي ما قلت لك احنا كنا بنشتغل بالفتلة اليمين، فالفتلتين اللي انا بشتغل بيهم هتلاقيهم قصروا خالص، والفتلتين اللي بشتغل عليهم بصوا هتلاقوهم طول زي ما هما. شايفين دول فيهم قد ايه ودول فيهم قد ايه. طيب انا اتفادى ده ازاي؟ اتفاداه ان انا لما الغرزه بتيجي تلف خلاص هتتضير للجنب التاني، بروح انا ماسكه الفتلتين اللي بشتغل بيهم هخليهم هما اللي جوه هشتغل عليهم، واللي بشتغل عليهم هما اللي هشتغل بيهم. اهو انا خدت الاتنين اللي بره دخلتهم جوه، والاتنين اللي جوه هما اللي هشتغل بيهم نفس الاتجاه اللي انا شغاله بيه. معلش التليفون بيتهز، ورقبتي ملوحه وظهري ملوح ومش عارفه الاقي مكان اصور عدل فيه اهي. هكمل بقى اهو. انا ليه استنيت لما اجي الف عشان ما تبانش، عشان تبقى مداريه كانك وانت بتحودي عادي خدتيها معاكي، هتبقى مداريه ومش هتبان. انما لو عملتيها في الحته مثلا دي هتبان معاكي، هيبان ان انت لافته الشغل اهو. وهكمل اهو، بصوا لفت خلاص مفيش حاجه كده. هكمل شغلي عادي وهعمل الثانيه زيها بالظبط واجي لكم. خلاص كده انا خلصت الاثنين. انا ليه قصيت دي متر ونص؟ لان احنا عايزينها حته صغيره، انا هوريها لكم. المفتاح وقعاتي المفتاح يا سوسو من الارض اللي بعلق فيه. انا عايزاها صغيره كده، احنا مش عايزينها كبيره. هاتي المفتاح يا قطه. بسم الله، استنى ناخد بس المفتاح ونعلقها. لا سيبي ده دلوقتي يا سوسو. خلاص كده متاح انك تعملي حاجه تانية بدل اللي انا عملتها دي، متاحه ودي متاحه. التانيه اسهل، اللي انا هقولها لكم اسهل من اللي احنا عملناها. احنا ما بنيجي نحط الخيط بتاعنا انا عايزه طرفين اطول من طرفين، يعني انا قصه متر ونص، انت عايزه دي قد ايه؟ انا عايزاها 20 سنتي، يبقى خلي واحده معاكي بمقدار 30 او 35 سنتي. هشرح لكم احسن عمل. هاتي بكره الخيط دي يا سوسو، وراكي حبيبتي وراكي، هشرحها لكم احسن. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا قصيت خلاص الخيط بتاعي اهو، انا قصيت اللي انا عايزاه، قصيت المتر ونص اللي انا عايزاه. المفروض ان انا بعمل ايه؟ بساوي الطرفين ببعض اهو. انا كده سويت الطرفين ببعض خلاص. لا هنا بقى مش هتساوي الطرفين ببعض، هتخلي طرف، ادي الخيط بتاعي اهو، انا بخلي طرف اطول من طرف، واحد طويل وواحد قصير. ليه؟ عشان لما اجي اشتغل هشتغل على القصير والطويل هو اللي هشتغل بيه، لو مش حابه تحودي كده تمام. طيب خلاص انا كده خلصت المقاس اللي انا عايزاه، وادي الخشب الجذع بتاعي اللي انا عايزاه. الجذوع دي متوفره عندي للي عايز. هعمل ايه بقى؟ هحط دي كده الفتلتين اللي قدام، وادي ديت كده الفتلتين اللي ورا. انا كده همسك على الخشبه، همسك عليها اهو، هشتغل غرزه، هشتغلها بقى هنا مربعه مش الحلزونيه. بسم الله، انا مش مالكه اقف خالص خالص خالص، واقفه على كرسي ومتشعلقه وملوحه اهو. بسم الله اهوت كده، انا مسكت دي ودي التانيه انا لسه ما حطيتش علبه المناديل اللي بكره المناديل انا عارفه، هقول لكم ليه دلوقتي استنوا بس. بسم الله الرحمن الرحيم.
عايزه تكمليها حلزونيه تحت كملي، عايزه تقصي الخيط اطول عشان تطلعيها اكبر قصي الخيط اطول، عايزه تشتغلي تحت عكس ما انا هعمل، يعني انا تحت هقفل كده واقص الخيط وخلاص. بالنسبه لي اهو انا كده بالنسبه لي هي خلصت. عايزه تشتغليها حلزونيه اشتغلي، لو انت حابه انك تشتغليها كمان تحت تشتغلي حلزوني او مربع او اي شكل انت عايزاه ماشي حطي. عايزه تحطي فتله كمان هنا غرزه كمان وتشبكيهم ببعض تدي منظر تحت، ديت براحتك خالص يعني تحت متاح اختيارات على قد ما تتخيلي قولي. طيب انا ليه ما حطيتش المناديل الاول؟ عشان اوريكي انت لما المناديل هتخلص هتعملي ايه. طيب كان المناديل محطوطه، طيب المناديل مش محطوطه، المناديل خلصت وشلناها، حلي دي كده حليها، انا شلتها اهو، فانا بقى ما عنديش مناديل فقلت اتصرف. بسم الله انا ما عنديش مناديل يا جماعه فقلت اتصرف، اعمل ايه يعني هقطع نفسي اهو. بسم الله علمكم انا متاخره هودي ساره الدرس ومستعجله عشان اروح الشغل بتاعي، بس خلاص هي تربست دلوقتي عايزه اصورها. مناديل اهي اعتبري دي مناديل، وشدي ورخي زي ما انت عايزه، وتحت زي ما فهمتك هتعملي ايه. والله يا جماعه المكرميه سهله جدا جدا بفضل الله، بفضل الله المكرميه سهله، وغرزه او غرزتين بتعملي منهم كل حاجه. اهي شكلها، تعالي نضيرها لكم. لو انت ملحوظه بسيطه، لو انت عايزه تضيريها تخلي ده هو اللي قدام، يبقى لما تيجي تقفلي هتقفلي العكس، جيبي الخيط بره يعني بدل ما احنا قفلناها هنا كده، لا خدي العكس عشان يبقى الوش هو اللي هنا. بس هي كده كده شغاله وحلوه وجميله، وقمر هي قمر عشان انا اللي عاملاها طبعا. بصوا بقى والله المكرميه جميله قوي قوي قوي، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، واقول لكم دلوقتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، دعواتكم.